يا مساء الخير والحب والطاقة الإيجابية على كل اللي بيتابعونا من كل أنحاء الوطن العربي في شارع النهار مع ريم البارودي. يوم جديد وحلقة جديدة وأفكار برضو جديدة، يا رب إن شاء الله تعجب حضراتكم. تعالوا بقى نعرف سؤال الأسبوع ده بيقول إيه. كم عدد الأهداف التي أحرزها محمد صلاح حتى الآن؟ 1 51 2 31 3 41. ابعت الإجابة الصحيحة SMS على رقم 2204، وكل أسبوع هنكسب شخصين، كل واحد فيهم هيكسب شاشة تلفزيون. المسابقة تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نبدأ حلقتنا، تفضلوا. فقراتي مختلفة شوية، معايا بنوتة قمر زي القمر، بصراحة تفتح النفس إن الواحد لازم يتعلم ويقف في المطبخ. منوراني ومشرفاني القمر إنجي طارق. ثانك يو، وإنتي اللي قمر بجد، مبسوطة إني معاكي. الحمد لله، أنت عاملة إيه؟ مبسوطة إن أنا معاكي. ثانك يو، ميرسي. اديتيني كده طاقة إيجابية إن أنا ممكن أقف في المطبخ في يوم من الأيام وأعمل أي حاجة أنا بحبها. هو موضوع بسيط عامة، مش قوي يعني... لا لا بسيط. يعني بحاول دايما اني اعمل الموضوع يعني للناس اللي لسه بادئه المطبخ، فيلاقوا ان اتس فيري سمبل، ان اي حد يدخل يعمل ريسيبي تبان ان هي صعبه بس بجد بطريقه بسيطه قوي. يعني بحاول الاقي اسهل حاجه. انت عشان الحب والشغف اللي عندك ده فشايفاه اسهل حاجه. طب انا لو اي ست دلوقتي تتفرج عليا او بنوته وعايزه تتعلم الحاجات البسيطه كده، اول انت محضره لنا ايه الاول؟ انا محضره حاجه من المطبخ الاسيوي تحديدا الهندي، عامل تشيكن كاري. الانديان فود، انا بحب الانديان فود جدا جدا. الانديان فود شويه بيبقى الاكل بتاعه سبايسي او التوابل شوية. حتى لو مش سبايسي لازم تبقى التوابل فيه عاليه شويه يعني. وبيستخدموا التوابل بتاعتهم يا انجي؟ احنا ممكن بنستخدم شوية من التوابل بتاعتهم، وبرضو احنا بنحط التاتش المصري بتاعنا، ومش لازم يبقى التوابل زيادة. احنا نقدر عشان بنعمله في البيت وكده نقلل شوية من الحاجات اللي احنا مش حابينها زي الشطة والجنزبيل، دايما الحاجات دي بنستخدمها قوي في المطبخ الهندي، فنقدر نقلل ده على حسب احنا بنحب ايه. فاهمة اقصد ايه؟ طب ما تيجي نبدأ كده. يلا بينا. والمكونات اللي تنزل معانا على الشاشة، ولنا معانا كده احنا معانا الاول كاري بالظبط. عندي فراخ متقطعه كده كيوبس، تمام. هبدا اتبلها. بصي انا اخترت ده لاني دي حاجه سهله جدا، يعني اي بنت حتى ما بتدخلش المطبخ خالص تقدر تدخل تعمل تشيكن كاري. ماشي، ما نشوف. فموضوع بسيط قوي النهارده. بالظبط. فانا هجهز بس الفراخ متقطعه كده كاني هعملها شيش طاووق. تمام، اوكي. التوابل بقى اللي انا هحتاجها اللي هي الانديان بقى او المصري بتاعنا اللي هي بديل للهندي. هو الميكس ده هو بيعتبر كده انديان. يعني انا عندي الاول توم، لا الاول ملح وفلفل. حط معلقه صغيره من كل حاجه، اوكي. وشطه طبعا، احط شطه على قد ما تقدري، احطي على قد ما تقدري، انا بحب الشطه. وطبعا عشان التشيكن كاري فطبعا الكاري ده المين انجريدينت، فحط معلقتين صغيرين كاري وكركم برضو شويه صغيره ربع مثلا، وعندي كمان كمون وجنزبيل باودر او فريش، هو يستحسن فريش بس دلوقتي هستخدم الباودر. انت بتحبي شويه يعني المطبخ الغربي؟ بصي هو انا بحب اجرب من كل مطابخ العالم، يعني الله. عملت عملت كذا حاجه من مطابخ كتير. عملت الانديان طبعا، انا بحب الانديان بصراحه، يعني ماي فيفرت اكتر حاجه. وانا كمان تشاينيز وبعديه تشاينيز وبعديه جابانيز والايطاليان. بالظبط، واسبانيش. كل الاكل حلو، والمغربي والتونسي والمصري والاكل حلو. اول حاجه هجهز طاسه سخنه احط فيها شويه زيت، ودايما بنستخدم في الاكل الهندي زبده، بنستخدم دايما زبده عشان كده الاكل الهندي بيتخن شويه بس احنا ممكن نستغنى عن الزبده، بس هي بتدي فليفر كده يبقى مميز يعني. تمام. شويه يعني احط زيت واحط كمان زبده. زيت وزبده. تمام، اوكي.
هتسخن كده وهبدا احط فيه بقى الفراخ. انت شفتي ان الموضوع بصي لونها لحد كمان دلوقتي اختلف، يعني وهي ميه لونها بقى حاجه تانية خالص يا انجي. والتتبيله انت شفتي ما خدتش وقت خالص. وموضوع بسيط جدا، يعني اي حد بيبدا هيعرف يعمل تشيكن كاري. انا المره دي المطبخ بتاعي بجد بسيط، عشان كل ضيوفي بيقعدوا يقولوا لي اصل هو بسيط قوي ما بشوفش البساطة دي. هنا بقى انا يعني ماشيه معاكي اهو بجد دلوقتي بسيط. لا لا موضوع سهل، ويعني اي حد يقدر يدخل يعملها. هي تقريبا بتستوي 10 مينتس كمان. ممكن نقدمه بقى بياكلوهم الهناء، يعني الانديان فود بيتاكل جنب رز، رز او العيش النان. النان انا بحبه قوي بالزبده والثوم، او ساعات بالزبده من غير ثوم، وفراخ مفرومه كمان بيتحط فيه العيش مفرومة. ده العيش الشهير يعني بالظبط بتاع الهند، انا بحبه بالعيش. بالعيش، ودايما كمان ساعات بنستخدم رز اللي هو بيبقى ملون، اوكي، اللي هو اصفر وابيض واحمر، فده بيتحط. بس انا يعني انا بالنسبه لي بحب جنب اي اكله هندي استخدم رز ابيض، بحسها بتكسر شويه من السبايسز. الرز الابيض مش بالزبط. العيش بحب اكتر، يعني عشان ليه بيحطوا دايما يقدموا الزبادي؟ يعني اي الزبادي. اكله هندي تلاقي فيه زبادي بيهدي شويه من بيهدي النار اللي بتبقى طالعه. بصي اول بقى ما الفراخ لونها كده بيتغير، يعني انت حطيتي البصل بعد الفراخ. هحطه بس لان انا عايزاه يكون شويه كرانشي، ما يبقاش مهري قوي. شايفين كرانشي دي يا جماعه؟ البنات والستات اللي بيطلعوا معايا يعني يفتحوا النفس على الاكل وعلى الواحد يقف في المطبخ. وتوم كمان، ثوم مفروم، وعندي فلفل سبايسي. لا حطي سبايسي على قد ما تقدري. حطهم بقى كلهم. ايوه عشان مش هيخلي اي حد في الاستوديو ياكل. بس هنديله كده تقليبه خفيفه. اوكي. بصي هو في تشيكن كاري ممكن تتعمل بكذا طريقه شويه. يا اما انا بحب استخدم فيها الكريم عشان برضو بتكسر شويه من السبايسز. يا اما بنحط لها صلصه وطماطم. تمام. فده ينفع وده ينفع. وكمان الريسبي الاصليه بتاعت التشيكن كاري يا جماعه الريحه فظيعه. بنستخدم فيها لبن جوز الهند، فده طبعا مش متعارف عليه قوي هنا طبعا. فاستخدم كوكينج كريم عادي. بس الريحه فظيعه. بصي بقى ده ايه يا انجي؟ دي الكوكينج كريم، الكريمة الطبخ. هتحطيها ولا هنحطها دلوقتي؟ نكتفي بيها كده؟ لا لا هنحطها حالا. هنحطها بالظبط. على فكرة سهلة بجد جدا. هي خلصت جداً. على فكرة هو احنا هنحط الكوكينج كريم، هنسيب الفراخ شوية تستوي معاها. بيرفكت. وهتكون جاهزة. شفتي بقولك سهلة قوي يعني. قوي. فالكريم دي هتهدي شوية. والريحة ريحة تجنن، ريحة رائعة. بتسيبيها قد إيه يا إنجي؟ بصي هي الفراخ بتتشوح حوالي مثلا 6 مينتس كده، وبعدين لما بحط الكريم بسيبها برضو تشرب شويه من الكريم. فهي الاكله كلها تاخد معايا حوالي من 10 دقائق 12 دقيقه ماكسيمم. سريعه جدا، يعني اي حد عايز يدخل يبدا يعمل حاجه بسرعه فالتشيكن كاري بصراحه سريعه قوي. سريعه جدا جدا. المفروض هتديني اللون الكاري دلوقتي، يعني هشوفها اليالو دوت ولا ايه؟ انت نقدر نزود بقى على حسب ما انا زي ما بقول لك، احنا عشان احنا في مطبخنا فبنظبط بقى اللي احنا عايزين. الله. فانت بتحبي بقى ايه اكتر؟ انا الكاري. انا كاري. ايوه الكاري بحبه قوي، والسبايسي. الله. بنظبط بقى اللون ده براحتنا. اخر حاجه بقى احطها البقدونس. عندي بقدونس فريش. اهو شفتوا؟ تعرفوا ان انا بساعدها النهارده. عايزه ايه؟ تعالي معلقه. اتفضلي. تسلمي. بصي تشيكن كاري كده اصلا بقت خلاص جاهزه. مش عارفين، هندوق واقول لك. هدوق واقول لك على طول. يلا. لازم تعدي هنا على اللجنه الاول. لازم نشوف كده. تخيلوا بجد استوت، مش هزار. هي مش بتاخد وقت. احنا بنسيبها بقى على حسب احنا بنحب سواها بيكون قد ايه. واو. بصي الصوص بقى كمان بيبقى خطير. الصوص خلق يعني حاجة اي بي سي طبخ يعني. سبايسي. حلو قوي. بالهنا والشفا.
حلو قوي. عندي دموع دلوقتي عشان السبايسي. مو صلاح مخرج اللي بيحب السبايسي زي ما الفقره دي، تعالى عينك هتدمع يا عيني. برافو عليك. بقت جاهزه خلاص، ويعني سهله قوي، ممكن اي حد بيتفرج علينا دلوقتي يدخل يجربها. حلوه ومن مطبخ يعني الهندي و... انا وقعتها. برافو عليكي. انت ايفنت بلانر قلتي لي صح؟ اه انا اصلا ايفنت بلانر. أيوة. بس الفتره دي بقى اتجهت شويه للمطبخ لما قعدنا، فبدات احاول اعمل حاجه اي حد يقدر يدخل يعملها، يعني بنات الصغيره تبدا تدخل المطبخ. بحب كمان اعمل افيري شورت فيديو ريسبي، احط فيه طرق اكل بتبقى بطريقه سهله، يعني اي حد بيشوف يقول ايه ده الطبق ده شكله صعب، اللي هو يعني عمري ما هعرف ادخل اعمل الاكله دي، بس بحط دايما فيديو قصير قوي بطريقه الاكل. فبصراحه بقالي كتير ما كنتش اصلا انديان فود. عجبك؟ قوي. حلو قوي. حلو قوي. فبدات عملت كده بقى، وعملت بيج على انستجرام اسمها انجي بايتس، بحط فيها بقى الريسبيز بطريقه سهله جدا، والفيدباك بصراحه كان حلو قوي. يعني اكتر حاجه بتحبيها ايه يا انجي؟ الانديان يعني فود، واللي قلتي لي المطابخ انديان. اه بحب الانديان طبعا جدا. بحب كمان تشاينيز سويت اند ساور طبعا. في ايه تاني؟ في مطبخ السوري واللبناني، شاورما اكيد، فتت شاورما. والشاورما تختاري الحاجات اللي هي يعني بحب ده قوي. وفي عملت كمان البايا اللي هي بتكون طبعًا رز اللي هي بالسي رز فود. هي سبين، سبين فود. سبين صح. يعني بتبقى رز وعليه سي فود، كل انواع السي فود كله بالظبط. دي حلوه قوي برضو، دي من الاكلات اللي بحب اعملها، وطعمها كان بيبقى حلو قوي. يعني احنا مش عارفينها قوي هنا في مصر، بس بدانا ناكلها بس. فده الحاجات اكتر اللي بحبها. يعني انت اللي حلوه. انت ميرسي. انت اللي جميله. ميرسي. انا كنت مبسوطه معاكي. وانا كمان جدا جدا. تعالوا نطلع فاصل ونكمل بيت حلقتنا، اتفضلوا. رجعنا لكم لسه مكملين معاكم حلقتنا، وضيفتي دلوقتي اللي منوراني ومشرفاني موهبه حقيقيه جدا، عازفه الكمانجه جيرمين عزيز. يا اهلا وسهلا. اهلا بيك يا ريم، ازيك؟ انا مبسوطه جدا انك معايا النهارده. ربنا يخليكي، ده شرف ليا، وميرسي على المقدمه الرقيقه منك دي. اشكرك اشكرك جدا. انا اصلا يا جيرمين من الالات اللي بحبها جدا ومقربه جدا لقلبي الكمانجا. وهي كمان بتحبك بجد؟ صدقيني. بس بجد والله العظيم ربنا بحبها قوي، وعارفه انها من الالات الصعبه جدا. كلميني شويه عن اله الكمانجا. هي معروف ان هي اله وتريه من ثلاثه بتهيألي الاربعه اربعه من الالات الصعبه عالميا، يعني مصنفه ان اله الكمانجا اصعب اله وتريه في العالم. ليه؟ لان هي بيبقى بتعتمد اكتر على السمع، عايزه مع حد بيبقى سامع كويس، وانتونيشن وصباع حلو قوي، فبتحتاج مذاكره كتير ومجهود كبير، عشان كده هي بتبقى وآله حساسه جدا جدا. يعني بحس انها ممكن تبكينا وتفرحنا، ممكن تفرحنا في نفس الوقت. مظبوط طبعا. بس مش كل الالات ممكن تبكينا. احساسك هو اللي بيوصل الحاجه، كنتي عايزه تديني احساس حلو او احساس حزن، ايا كانت الاله. لو طبلة، طبلة ممكن تخليكي تعيطي، ممكن تخليكي تفرحي وتزقططي. انت خريجة ايه؟ انا معايا لسانس حقوق، ودخلت معهد موسيقى عربية، بس ما كملتش الدراسة عشان كان عندي شغل. يعني من حقوق للمزيكا وللفن، وشمعنا قالت الكمانجة اخترتيها؟ بصي، الموضوع كان كبير يعني شوية. هو اهلي كانوا رافضين فكره الفن عامه، اكيد المزيكا. يعني كمان وانت يعني بابا وماما بقى انت عارفه. بالظبط. فكانوا رافضين، فقالوا لي كملي الدراسه عادي، ودي تبقى حاجه كده في المدرسه. فانا فعلا كنت في المدرسه بعزف بيانو وقانون، حاجات تبع المسابقات المدرسيه. بس لما كبرت في ثانويه عامه اتعرفت على عيله موسيقيه كبيره قوي بيلعبوا كمانجا، فشجعوني جدا عليها وحبيتها منهم، بس قالوا لي بلاش عشان الكمانجا صعبه جدا. فحسيت ان حافز لا. ليه بيقولوا لي صعبه؟ طب ما انا انتوا بتعزفوا كمانجا حلوه جدا. قالوا لي لا، هي لازم انت صغيره.
فانا قررت ان انا يعني ادوس على نفسي وشويه مجهود زياده وهبقى كويسه، بس انا مش عايزه اكتر من كده. كويسه قوي قوي قوي، ربنا يخليكي. انا عايزه اتكلم معاكي كتير جدا بس ما ينفعش تبقي موجوده، وكمان جايه موجوده ونتكلم كتير اللي انت عايزاه. انا عايزه اسمعك ونتكلم وكل حاجه. سمعك. بس اللي انت تختاري ممكن حاجه لفيروز. الله، يلا سلام بي. يلا حلاوتك دي. دي حلاوة قلبك والله. ايه الحلاوة دي؟ ربنا يخليكي تعيشي. يعني حتى بصي تحسي الاستوديو كلنا كده بوجودك. بس صدقيني مين مثلك الأعلى في الكمانجا؟ هم كتير بصراحة. يعني كان في مين اللي بتحبيه تسمعيه في الكمانجا؟ اللي أحب أسمعه في الكمانجا كان الله يرحمه الحاج سعد محمد حسن. هو كان أستاذي في المعهد وهو اللي حببني في الشرقي، لأن احنا في المعهد بنتخصص بقى في غربي وفي شرقي، فانا حبيت الشرقي منه. بس في طبعا عازفين كتير، استاذ محمود سرور واستاذ سعيد كمال ومحمد علي، كل دول على راسي فنانين كبار جدا. انا حاسه ان صوتك زي كمانجا برضه. ربنا يخليكي. لا تتكلمي كده والرياكشنات بتاعتك عشان بس لسه مخلص الاغنيه، لكن بعد كده تلاقيني صوتي كده. كمانجا انا ناعمه ورقيقه جدا جدا حسب المود اللي بياخدك، وحسب برضو مدام انت مدياني يعني ابتسامه حلوه هتلاقيني انا بطلع باور. هو اللي يسمعك ما يبقاش عنده ابتسامه حلوه؟ صدقيني ساعات بيبقى زي. مش كل الناس، ساعات بنبقى في مكان او في فرح كبير وتلاقي الناس. لا، الفن والمزيكا دي احلى حاجه في الدنيا، مش كله بيقدرها. يعني في برضو فئه شايفه ان ده عادي، مع ان بره مصر الفنان اللي بيطلع مزيكا من صوابعه دي بتبقى حاجه بالنسبه لهم مقدسه، حاجه كبيره قوي غير المطرب. احكي لي على الايفنتات اللي انت بتروحيها. بقيتي دلوقتي متخصصه وبتشتغلي فرقه ولا لا؟ انا لوحدي سولو. هو الموضوع ما كانش في مترتب في دماغي. انا الاول كنت بنزل بيبقى تخت شرقي، بس كان بيبقى الاول بنات،
بننزل بقى ودايما التخت الشرقي ما بيبقاش فيه الالات زي الكمانجا صح؟ بيبقى لا بيبقى فيه كمانجا بيبقى بس فيه مش الكتريك بقى. اه بيبقى مثلا كمانجا الخشب الاكوستيك عاديه، بيبقى معانا اله ثانيه عود قانون طبله. قعدت مثلا اشتغل في الموضوع ده مثلا 3 سنين، بعد كده ابتديت بشوف ليه زمايلي بقى في الوسط بيعزفوا كمانجا، فليا زميلي فنان كبير طبعا اسمه عزمي مجدي بيلعب كمانجا افراح بقى وايفنت وحاجات كده حلوه، فابتديت بقى اقلده واخد الموضوع عامل ازاي، فلقيته حلو ولوحدي، فابتدي بنى بكريات الموضوع زي ما انا عايزه يعني من بدايته للنهايه بتاعته، اشوف يعمل ايه واعمل زيه، لحد ما بقى ليا بقى شغلي بتاعي انا بقى البكريات وانا اللي بعمل، بس كبدايه فكره ما كانتش بتاعتي، انا بشوف زمايلي بيعملوا ايه وبعمل زيهم. ما شفتيش يا جرمين العازفات بتوع بره في اللي هم السولو الكمانجا؟ ما هو في بس ده بقى غربي بقى ده كلاسيك. اه انا مش بلعب كلاسيك. مش بتلعبي كلاسيك؟ انا بنزل في حد مشهور جدا في فرقه ياني. ايوه اليابانيه كده ياباني. برافو عليك. بس انا مش عارفه اسمها بصراحه. ايوه بس عارفه سانفيل العازف اللي بيلعب مع ياني طبعا، لكن هي اسمها مش عارفه، بس مع ايا كان هي بتبقى كلها تخصصات، في عايز شرقي، في عايز يلعب هندي، في اللي عايز يلعب. انت دلوقتي تخصص شرقي؟ لا شرقي وغربي. وغربي بس انا بعمل كفر يعني مش بألف مزيكا بتاعتي، انا مش بألف مزيكا بس باخد الاغنيه نزلت جديده بعملها كفر، ممكن بيبقى بنفس الكفر بتاعها سوري بنفس اللحن بتاعها او ممكن اغير في التوزيع شويه بس، لكن بعمل له كفر مش اكتر من كده. سمعينا بقى حاجة حلوة تاني. عايز اسمعي اي حاجة منك حلوة. سمعك هندي؟ الله يلا جد. ايه رأيك؟ جد تعرف سمعك هندي؟ يا سلام. تعرفي انت هندي ولا تعرفي؟
الحلاوه دي؟ ولا اي حلاوه، شويه اجتهاد بس. يا شيخه لا صدقيني الواحد مقصر يعني، انا بحس ان هي بتبقى طول الوقت محتاجه مذاكره كتير. الكمانجه محتاجه طول الوقت طبعا مذاكره كتير طبعا، وانا مقصره جدا ده من حبك قوي والشغف اللي عندك قوي بتقولي كده؟ لان هي مش واخد حقها مني صدقيني، انا بكلمك يعني بكل امانه. يعني بتكلميني على بني ادم؟ هي فعلا هي بنتي مش واخده حقها. ايوه فما تزعليش يعني، انا عارفه انها زعلانه جدا. يعني الانسان مهما وصل لنجاح لحاجه حتى لو صغيره بتبقي محتاجه تكبريه اكتر. صحيح، بقت الموضوع بقى احلى، عايزاه يبقى احلى. صحيح، فبقى هي دلعتك واديتك حاجه حلوه، انت بقى سايباها حني عليا باي حاجه. طيب فانا بقول لها ما تزعليش يعني. جيرمين نفسك توصلي لايه؟ نفسك تحققي ايه؟ نفسي اوصل ان اكون بنت تلعب كمانجة كويسه وشاطره، واوصل لمحبه الناس، يعني يبقى صوتي واصل في القلوب، مش واصل في شهره او في فلوس، لا ده مش ما بيشغلنيش خالص. ما هي دي المواهب الحقيقيه، المواهب الحقيقيه، مش مهم ربنا الفلوس ولا الشهره، مش مهم الصوت يوصل للقلوب. انا ممكن اروح مثلا فرح بجامل ناس مثلا ما تقدرش يعني تدفع ماديا، انا ما عنديش مشاكل، بس هتبقى مبسوطه، فانت شفتي في عينين كل الناس فرحه دي بملايين. انا بكلمك بكل امانه، حتى لو ما ينفعش اقول لك كده، بس انا دي امانه. يا ستي انت فرحتينا، ربنا يخليك، وشرفتينا، ده شرف ليا، ونورتينا، تعيشي، وانت موهبه حقيقيه جدا جدا، ربنا يخليك، ووصل لكل قلوبنا. دي اهم حاجه، ده نجاح. انا مش هطلع فاصل كالعاده، ربنا انا هطلع بفاصل بالمزيكا بتاعتك. ماشي يلا، انا هعزف لك 3 دقايق و يلا بينا. احلى دقه، يلا بينا حبيبتي. رجعنا لكم من الفاصل ولسه مكملين معاكم حلقتي،
وحلقتي اللي دايما منوراني فيها ومشرفاني نهال حافظ خبيرة التغذية العلاجية. النهاردة جايبين لك كمية أسئلة غير طبيعية، هنحاول على قد ما نقدر ناخد الأسئلة كلها اللي الناس بعتها لنا. أهلا وسهلا، أهلا بيك يا ريم، عاملة إيه؟ الحمد لله كويس. اللوك النهاردة بتاعك تحفة. أنت اللي قمر. عندي النهاردة أسئلة كتير بتجيلي أصلا كمان عندي على الإنستجرام وجاية على صفحة البرنامج يا نهال. فإحنا قلنا إيه؟ بصي بقى أنا أهو شايفين؟ أهو عشان ما حدش يقول ده سؤال كبير قوي. أنا كنت جسمي كويس جدا وبعد الحمل والولادة جسمي بدأ يزيد بس كنت بعمل دايت بخس بسهولة. بعد تاني ولادة برضو وزني زاد لكن خسيت مع الدايت لكن بمعدل قليل. بعد تالت طفل وزني زاد بشكل رهيب ومش عارفة أخس تاني بعدها. مهما عملت حتى مع استخدام أدوية تخسيس ودايت مفيش فايدة. وزني حاليا 110 كيلو وسني صغيرة جدا 34 سنة. بصي هو دايما يا ريم الحمل والرضاعه دايما بنقابل بعديها ان الست لازم تتخن. في فرق، انا دايما لما بتجيلي واحده مثلا بعد الرضاعه او وقت الرضاعه تخنانه بسالها سؤال، هل انت كنت تخنتي الوزن ده وقت الحمل ولا وقت الرضاعه؟ دي بتفرق معايا جدا. وقت الحمل ده بيبقى هرمون الجروث هرمون او هرمون النمو بيبقى عالي قوي، فالمفروض هو عالي لو تخن بيبقى صعب النزول بعد فتره الرضاعه او بعد الرضاعه بيبقى نزول بطيء جدا. ليه؟ اكنك الجروس هرمون او هرمون الحرق ده بيبقى عالي قوي اكنك بتلعبي جيم. حتى في الجيم لما بتروحي تلعبي رياضه وتاكلي بعديها يقول لك كلي بروتينات وكلي سلطه ما تاكليش حاجه فيها نشويات عشان ما تتخنيش، هو نفس الموضوع. وقت الحمل بيبقى عالي قوي فاي اكل زياده او اكل مش صحي بيبدا يخزن 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 دهون، بتتفاجئي بعد كده انت بتقولي ان هو ده عشان البيبي. بتيجي بعد ما تولدي تلاقي برضه الوزن يعني اوفر ويت، يعني انا تخنت مش 10 ولا 20، في ناس بتخن 30 و40 كيلو. طب نعمل ايه؟ انا مبدئيا في وقت الرضاعه كمان في حاجه عاوز اقول لك عليها، دايما بتقول لك ايه اكل حلاوه واكل طحينه عشان ازود ادرار اللبن بتاعي. طبعا دي كلها احنا اللي بنقول، يعني احنا مفيش في الطب حاجه بتقول ان ناكل حلاوه وطحينه. احنا المفروض وقت الرضاعه بناكل بروتين كويس قوي عشان اللبن، وفي نفس الوقت بنشرب ميه كتير جدا. بس وقت الرضاعه الست بتبقى عندها نفسيا مش متظبطه، يعني عارفه مسؤوله عن شخص صغنن كده، مش عارفه تنزل ولا تخرج، تحس ان حياتها ما بقتش ملكها لوحديها، فكل ده بيوترها وبيعمل لها بيرفع لها هرمون الكورتيزول. فهي بتفتكر ان هي محتاجه تاكل حاجه مسكره او مودها مش حلو فبتبقى عاوزه تاكل حاجه مسكره، او بتبقى عاوزه تاكل تقول لك اصل انا دايخه اصل انا همدانه. هي دايخه وحاسه بهمدان عشان هي محتاجه تشرب ميه كويس جدا، وده اللي فتره الرضاعه الناس مش فاهماه. فتره الرضاعه محتاجه ميه كتير قوي ومحتاجه ان احنا ناكل بروتين كويس قوي. طيب انا بعمل معاهم ايه؟ اول حاجه فتره الرضاعه المرضعات بديهم نظام غذائي للمرضعات غير النظام اللي احنا ماشيين فيه في منظومه اون تارجت فارما، لان هي برده بتبقى محتاجه تاكل بروتين كتير، محتاجه تاكل اكتر مختلفه عن مختلفه، محتاجه تاكل عشان برده اللبن. مع ان انا بشتغل معاها نفسيا وبديها طبعا الياف الانسولين، بشتغل معاها نفسيا ليه؟ لان فتره الست وهي فتره الرضاعه او ما بعد الرضاعه بتبقى يا ريم عارفه مجرد ما بتنزل في الوزن شويه نفسيتها بتبدا تتظبط، مجرد ما تجيب لبسها اللي في الدولاب وتيجي تلبسه وتحس ان هو بدا يدخل فيها نفسيا بتبدا تحس انها مبسوطه قوي. فانت بتلعبي معاها على النفسيه اكتر من اي حاجه. صح. مع النظام، مع ان انا بخليها برده ترقص في البيت عشان يحسن المود بتاعها، مع الياف الانسيليم، بيبقى ثلاث حاجات مع بعض. ولازم تبقى عارفه ان هي مش زي الشخص الطبيعي اللي هو هيخس 12 و11 و10 كيلو، لا ممكن تخس اقل من كده بكتير، وده نتيجه ان تكون الدهون او تجمع الدهون كان في فتره الحمل. هاخد سؤال تاني يا نهال. انا اصلا كنت رياضي، كنت بلعب كره يد، حصل لي اصابه شديده في رجلي خلتني قعدت فتره طويله جدا وبعدها اعتزلت للاسف. وزني زاد جدا بعدها بسبب قله الحركه، لاني بطبيعتي كانت حركتي كتيره جدا. دلوقتي بسبب زياده الوزن ما بقتش اقدر اعمل اي رياضه ومحتاج اخس. بصي بقى، الرياضيين بيبقى عندهم مشكله تانية خالص. الرياضيين بيبقى عندهم هما بيلعبوا رياضه بياكلوا كويس قوي، بس مع ان هما هرمون الجروث هرمون بتاعهم بيبقى عالي قوي. لما بيبطل رياضه ايه اللي بيحصل؟ هرمون الحرق عنده بيقل، مع كمان ان هو الكتله العضليه بتاعته بتبدا تقل، فالحرق بتاعه بيبدا يقل، فبيبقى محتاج يمشي على نظام برضه صحي. الكورس انا بيختلف معايا، بديله كورس مكثف عباره عن الياف الانسيليا وعباره عن كبسولات.
الكورس المكثف ده بيبقى لسد الشهيه والحرق الدهون، وان احنا نعلي معاه معدل الحرق، مع ان احنا بنمشيه على نظام صحي. ويخلي باله ان هو اي حد بيبطل رياضه بيدخل ليه، او ممكن بيتخن عشان هو المفروض سعراته تقل، عشان هو كان بيلعب رياضه فبيحرق كويس، دلوقتي ما بقاش فيه حاجه بيحرقها والكتله العضليه بتاعته بدات تقل فالحرق قل معاه، فلازم يبقى بيعمل مجهود. طب انا هعمل مجهود ازاي وانا مش قادره اتحرك؟ فالمجهود بيبقى في الكورس، بديله كورس مكثف يعلي مع معدل الحرق ويحرق الدهون ويقلل الشيء، مع برضه نظام. انا دايما بحب امشي بالانظمه لان انا بحب اخسسك صح. معايا فيديو، تيجي نشوف الفيديو ونرجع نشوف بقيه اسئلتنا. نزلوا لنا الفيديو لو سمحتوا. الو مساء الخير علاء. الو مساء الخير يا فندم. مساء الخير، اتفضل معايا نيهال. سمعت طبعا احنا بنشكر طبعا شركه اون تارجت على المنتج الجميل اللي هم انتجوه الانسيليم. منتج الصراحه ممتاز جدا في الـ في الـ في موضوع التخسيس والتنزيل. انا كنت طبعا راجل رياضي وكنت بلعب كوره وبتاع، فكنت بطلت، فطبعا جسمي زاد. بالصدفة بتفرج على قناة النهار مع الأستاذة ريم، فسمعت الدكتورة نهال بتتكلم عن المنتج، فحبيت إن أنا أسمع، أكملت الحلقة وبتاع وتواصلت معاهم. صراحة الناس تجاوبوا على طول يا علاء. تجاوبوا على طول. قول إحنا يعني إحنا في البرنامج أهو. لا الأستاذة في تجاوب على طول. أماني نبيل دي اللي أنا تواصلت معاها، خدت رقمها طبعا من على الأرقام اللي موجودة على الشاشة، تواصلت معاها. بعد كده طبعا هم الناس محترمين جدا في ان هم اصلا كمان بيتابعوا بعد كده على الواتساب الحاله عامله ازاي. ايه؟ بتقولي انت والمدام بتخسوا في نفس الوقت. انا والمدام في نفس الوقت طبعا. شجعوا بعض. شجعنا بعض طبعا، لان طبعا المنتج الصراحه لما جربناه لقيناه عصير. حضرتك كام كيلو؟ حضرتك كام كيلو؟ انا كنت وصلت ل 97 كيلو. بس الطول طبعا 185، فحبيت ان انا ابقى يعني مثالي شويه، فخسيت تقريبا 7 كيلو. 7 كيلو، وحضرتك اللي قلت للمدام. والمدام بقى خسيت كام كيلو؟ والمدام تقريبا 6 كيلو. فهي طبعا هو عصير اناناس، يعني انا عايز اقول للناس ان هو ملوش اي اثار جانبيه، الى جانب ان هو حاجه الياف طبيعيه جدا، يعني ممتاز جدا في الموضوع دوت ان هو الياف طبيعيه. طبعا الرياضيين اللي بيسمعوني هيعرفوا الكلام ده كويس، لان انا راجل رياضي وعارف يعني ايه كيميكال ويعني ايه حاجه ناتشرال. فالحاجه الناتور او الناتشرال هي طبعا بتفيد الجسم اكتر، بتخسس بسرعه اكتر، وفي نفس الوقت بتحافظ، ما بيبقاش لها اثار جانبيه بالنسبه لاي امراض ثانيه او اي حاجه. صراحه منتج جميل جدا، والناس طبعا يشكروا لان هم برضو فاتحين صفحتهم على الفيس لاي سؤال. استاذ علاء بيقولي كان جايب منتجات من المانيا. انا هشكر استاذ علاء. انا كنت فعلا عندي منتج من المانيا كنت جايبه، وهو شبيه يعني ما اختلفش كتير عن الاناسيليم، يعتبر تيبيكال. انا مش عايز بس اكون مبالغ، ان الاناسيليم بالنسبه لي طلع افضل، يعني لان الاناسيليم الصراحه طلع ان هو بيخسس بسرعه اكتر. ان هو منتج مصري ومرخص من وزاره الصحه ومصر طبعا هيبقى اكيد افضل من الالماني. استاذ علاء انا بشكرك. على فكره انا دورت كتير جدا برضو قبل ما ماخده، يعني الصراحه انا برضو ترددت كتير جدا قبل ما اكلم الشركه، لان الحاجات دي بتبقى مش اي حد بياخدها، يعني مش اي حاجه تتاخد وخلاص. حالة معانا رياضي دخل معانا مداخلة. عندنا حالتين دخلوا معانا مداخلة رياضيين، ده عشان نشجع الناس ان يا جماعة الناس رياضيين بيخسوا عادي، بس بيبقى محتاجين معاملة خاصة زي ما قلت لك، كورس مكثف، تشخيص جيد، مع ان احنا نظام غذائي صحي. التشخيص الجيد دايما بيبقى كورس مكثف، حرق وسد، وان احنا نعلي معانا معدل الحرق. انا عايزة اخد اسئلة تانية يا نيهال. اوكي. عشان نفسي نخلص ايه معظم الاسئلة. ماشي. انا وزني 90 كيلو وطولي 160. انا شايفه ان جسمي كويس، بس انا مش شايفه ان كده ماشي، بس عندي مشكله الارداف والدراعات، مع العلم ان حرقي ضعيف، اعمل ايه؟ 90 كيلو على 160؟ لا صح. بصي يا ريم، انا بصراحه تعبت. انت احنا عندنا لا اصل احنا تجاوبيني على اسئلتي النهارده. لا انا تعبت من ايه؟ احنا عندنا حاجتين عندنا يعني بتبقى فيهم مشكله قوي. اي ست بتكلمني
بتقول لي انا 90 انا 100 كيلو، انا مشكلتي في البطن، انا مشكلتي في الارداف. حضرتك احنا عندنا سمنه مفرطه، احنا محتاجين نخس كلنا على بعضنا. صحيح. وبعد ما نخس 20 كيلو نبقى نشوف بقى ايه المنطقه اللي مضايقانا. دي مش مهاش سمنه موضعيه، دي انا محتاجه اخس كلي، مع ان انا بخس كلك بديكي تمارين مناسبه للمنطقه اللي مضايقاكي مع النظام الغذائي مع الكورس المكثف. ده يا فندم 90 كيلو 100 كيلو ده مش سمنه موضعيه، ده سمنه كليه، يعني كل جسمي يعني 160 عاوز ينزل. بس ممكن تبقى دراعاتك اكتر حاجه مضايقاكي مع الخساسان، مع بعد ما نخس 20 كيلو انا بشوف ايه المنطقه اللي مضايقاكي وبشتغل عليها تمارين مع الكورس. وموضوع الحرق ضعيف، انا الحرق ضعيف دي بسمعها كتير، الحرق ضعيف لازم يبقى ليه اسباب، واحنا اتكلمنا قبل كده اتكلمنا في حلقات كتير، اتكلمنا في حلقات لازم اعرف السبب. نقص بقى فيتامين دي، غده درقيه، انيميا، اعرف ليه الحرق ضعيف. معايا صور. عملنا ايه في الحاله دي يا نهال؟ دي رضوى يعني صغرت، دايما اللي بيبقى مليان ويخس تحسي ان هو صغر في السن. صغر، وكمان رضوى على فكره مش نازله كتير لحد دلوقتي، نازله 17 كيلو بس. هي فارق معاها عشان حاجه، هي فارق معايا عشان احنا قلنا في الكورس بتاعنا بننزل دهون ونحافظ على الكتله العضليه. رضوى من الحالات اللي بدات معايا في اخر رمضان، كنت عامله مبادره خس مع اون تارجت، من البنات اللي بحبها جدا، خجوله قوي وبتتكسف واي حاجه بتاثر في نفسيتها. رضوى كمان من الحالات اللي بتقول لي يا دكتور انا نزلت 17 كيلو بس انا فارق معايا في مقاساتي، انا دلوقتي بقيت البس الحاجات اللي انا كنت، يعني هي وصلت 97 دلوقتي، بتقول انا بلبس الحاجات اللي كنت جايباها وانا 90 كيلو. احنا اللي بنعمله في اون تارجت فارما بنشتغل ان احنا يعني نقلل مقاسات او نحرق الدهون ونحافظ على الكتله العضليه ونطلع لك وسط على فكره، وده اهم حاجه. تعالي بقى ناخد سؤال تاني. انا عندي مشكله اني عندي تكيسات على المبيض، وبسبب ده انا ما عرفتش اخلف لغايه دلوقتي، واخدت حقن وهرمونات ومنشطات ومفيش فايده، وطبعا وزني زاد جدا وبقيت 95 كيلو وسني 28 سنه، صغيره جدا. صغير. بعد العلاجات دي وكمان عندي انيميا. تمام، هي كده عندها مشكلتين، التكيس والانيميا. التكيس من اكتر الحاجات انا بحبها عشان لما بنجح معاها وتخلف، ده بالنسبه لي انجاز فظيع ان انا اخلي ست تخلف. التكيسات والانيميا، التكيسات هي محتاجه تخس، اي دكتور نسا هتروح له هتقول لها لازم تخسي. طيب وبالذات من منطقه البطن، تجمع الدهون بيبقى في منطقه البطن. طيب التكيسات اصلا سببها ايه يا ريم؟ سببها ان هرمون الذكوره عندنا عالي قوي، فبيعلي عندنا هرمون الانسولين، فبيبدا يخزن دهون حوالين البطن. احنا نعمل ايه؟ احنا محتاجين كورس، تمام، برشح لها الكورس على حسب الشهيه وعلى حسب حرق الدهون. بس تكيسات من الحالات مع زياده الوزن، من الحالات اللي بديها كورس برضو مكثف، الياف الانسولين مكبسولات الحرق. تمام، مع النظام الغذائي بعمل لها نظام لو كار، يعني بعمل لها نظام يبقى سوري، بنعمل لها نظام اللي هو بنقلل فيه النشويات جدا، عشان التكيسات من الحاجات اللي لازم نقلل معاها، النظام اللي يناسبها ان هي تقلل النشويات. مع الانيميا، الانيميا دي يا جماعه احنا اتكلمنا عنها قبل كده ان هي فقر دم او نقص حديد او هيموجلوبين، لازم تقولي النسبه بتاعتها كام واخر تحليل عملته امتى، ومن خلال ان انا اعرف ايه يعني وصلت للنسبه كام، انا بحدد لها تاخد انهي نوع حديد مع الكورس. والميزه بقى ان احنا في كورس الانسيليم معانا اعشاب المورينجا، الاعشاب المورينجا فيها حديد وفيها فيتامين سي، وبرده الياف الانسيليم فيها فيتامين سي، فده مع الانيميا بندي حديد كورس علاجي الياف الانسيليم مع النظام الغذائي، ولازم نمشي الحاجتين مع بعض عشان اعالج التكيسات واعالج الانيميا، لازم امشي على كورس مكثف مع الحديد مع النظام الغذائي. وساعات كمان بحب ان انا اعمل لهم رياضه في البيت، انا من الناس اللي بتشجع رياضه جدا، لو مش قادره تعملي رياضه بترقصي. انا بشكرك جدا جدا جدا، وهتستنى حلقات تانية هنكمل فيها ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نكمل بقيه حلقتنا، اتفضلي. رجعنا لكم ولسه مكملين معاكم حلقتنا، وضيفتي دلوقتي اللي منوراني ومشرفاني اميره مجدي اللي هتكلمني عن الطاقه الايجابيه. يا اهلا وسهلا. اهلا بيكي حبيبتي. لسه كنت بقول لك قبل ما نسجل انا بحب قوي الطاقه الإيجابية. وانت ما شاء الله اكتر حد عندك طاقه ايجابيه ووشك بشوش قوي اصلا، يعني اشكرك جدا حبيبتي. يعني ايه طاقه ايجابيه؟ خلينا نعرف الساده المشاهدين، يعني ايه طاقه ايجابيه؟ الطاقه الايجابيه ان احنا دايما نبقى مبسوطين،
حتى في الوقت الغلط اللي بنبقى فيه عندنا اكتئاب عندنا مشاكل متمسكين بالسعادة، عايزين طاقة إيجابية، عايزين نكمل حياتنا، مش عايزين نقف، مش عايزين نقع، مش عايزين نحس ان الدنيا وقفت خلاص. في عز مشاكلنا نفضل دايما عندنا طاقة إيجابية، نفضل دايما مبسوطين فرحانين. ليها تمرين معين يا أميرة؟ يعني لازم نتمرن ان احنا لو حصلت محنة نحولها لإيه؟ لمنحة؟ طبعا بصي، هو ده مش تمرين، هو راجع من شخصيتنا احنا. انا من جوايا عندي إرادة، عندي مشاكل كتير بس عايزة أقوم من المشاكل اللي أنا فيها دي. فكل اللي أنا بعمله بفكر في كل حاجة إيجابية، بفكر في المواقف اللي كانت بتفرحني، المواقف اللي كانت بتخليني أبقى مبسوطة وسعيدة. ببعد نهائي عن الأشخاص اللي دايما بقعد معاهم بيديني طاقة سلبية وعندهم مشاكل وعندهم اكتئاب. بخليني أنا في الناس الحلوة، الناس اللي بتضحك على طول. أدور على الناس اللي بتضحك على طول. احنا محتاجين كلنا اللي يضحك في وشنا. صحيح. فدي لوحديها طاقة إيجابية. أغير العادات اليومية بتاعتي، كل يوم لازم أحس إن في تجديد في حياتي. أعمل عشان أجندة لنفسي وأكتب. بصي، أنا كنت عاملة قبل كده تقييم للنفس، ده بنعمل فيه إيه؟ التقييم ده مثلا عندي النهاردة أنا عملت إيه؟ قريت كتاب، عملت حاجة كويسة لحد من صحابي، أنا كنت مبسوطة، قعدت كده سمعت شوية ميوزك لوحدي، عملت أي حاجة حلوة. وأرجع بقى في آخر اليوم، انا النهارده ضحكت. ما هو احنا دلوقتي بقينا نكتب احنا ضحكنا ولا لا، ان ممكن يمر اليوم كله واحنا قاعدين مكشرين مفيش اي ابتسامه على حتى على وشنا، فباثر على كل الناس اللي حواليا. في ناس كتير قوي بتبقى تعبانه وبتنزل تضحك، فاللي بيشوفها ايه ده، دي بتضحك برغم كل المشاكل اللي عندها، وتضحك بجد، بتضحك بتمثل، لا بتضحك بجد. فبالتالي لا والله ده انا لازم اضحك زيها، فانا كده ماشيه بنشر السعاده للناس كلها. انا عارفه ان حضرتك بتعملي برنامج هنا على قناه النهار. مبروك، الف مبروك. الله يبارك فيكي يا حبيبتي. كلميني شويه عن البرنامج. بصي، هو البرنامج اسمه حكايات اميره. انا بتكلم عن كل حكايه في الدنيا ليها اصل وفصل وليها بدايه. اول حاجه يعني بعملها في البرنامج بدعم المراه المصريه، لان احنا كلنا محتاجين دعم، وخصوصا ربات البيوت. كل الناس افتكرت انها اول ما اتجوزت بقى عندها اولاد المفروض انها تسكت خالص وخلاص دي حياتها. في ناس بتبقى عندها حاجات كتير حلوه ممكن تفيدنا بيها. لا، انا جايه من خلال البرنامج اديهم طاقه ايجابيه وادعمهم ان هم يكملوا. عايزه اقول لك ان احنا دلوقتي العصر الذهبي بتاعنا، يعني بتاع المراه. وسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي قال انطلقوا اثبتوا نفسكم، انا اديتكم ان انتوا تقدروا تعملوا كل حاجه، سياسي واقتصادي وثقافي واجتماعي. يبقى احنا ليه ما نثبتش ان احنا قد الموضوع ده؟ فدي حاجة من ضمن الحاجات. تاني حاجة عايزة أتكلم فيها عن إعادة التدوير. عندنا حاجات كتير قوي في بيتنا. إعادة التدوير. إعادة التدوير بالظبط. إحنا عندنا حاجات كتير قوي في بيتنا بنرميها. إحنا ممكن حاجات بسيطة قوي تبقى الحاجة دي مهمة، ووفرنا جزء كبير قوي من فلوسنا بنجيب بيه شوية ديكورات للبيت بتاعنا. فدي كمان حاجة عايزة أتكلم عن أولادنا، إزاي نبعدهم شوية عن الموبايل وعن التاب والتكنولوجيا عامة، ونبتدي نخليهم ينموا المهارات والقدرات اللي عندهم. عايزة أتكلم عن الحاجات اللي كانت بتحصل زمان، ليه ما نرجعهاش؟ ليه التواصل ما يبقاش تواصل اجتماعي عن طريق الحاجات السوشيال ميديا؟ ليه ما نبقاش قريبين من بعض، نرجع نزور بعض تاني؟ دي فكرة البرنامج، هو لايف اجتماعي. ان شاء الله يبقى برنامج موفق وبالنجاح والتوفيق. برنامج ان شاء الله انا اول الناس اللي هتفرج عليه، هيبقى كله طاقه ايجابيه حبيبتي ان شاء الله باذن الله. عايزه اعرف ايه رايك علاقه الست بالراجل؟ بصي على طول عايزه ترد. خلاص انت طب اتفضلي بالراجل. لا بصي، هو في ناس بتقول ان الست زيها زي الراجل. لا، هو مش زيها زي الراجل، هو عنده عضلات وهي عندها دماغ. بس انا في رايي ان الدماغ هي اللي بتكسب مش العضلات. طبعا الراجل مهم جدا في حياتنا، لو كان يقدر يبقى مهم في حياتنا. انت موافقه تبقى العلاقه الند بالنت؟ لا لا لا، مش ست ست والراجل راجل. ست ست والراجل راجل. هي الست هي الذكاء. طب ازاي في الاخر هي اللي بتكسب؟ ما هو الذكاء بقى، احنا اذكى. احنا اذكى منه. متاكده بالكلام اللي بتقوليه ده؟ متاكده. بيقولوا لي في كنترول روم جوز حضرتك موجود. هتغيري كلامك. اي لاف يو. ما عندناش مونتاج. لا لا، برنامجي ما فيهوش مونتاج. لا 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 لا، هو طبعا انا بحبه، يعني انا عايزه اكيد بما انه قاعد في الكنترول فانا عادينه بسببه. بيسمع يعني، مش هتفرج على الحلقه بالظبط، هو قاعد ويعني بيسمع على طول. خلص الفقره، انا هسالك السؤال تاني. لا بصي، هو طبعا الست اذكى من الراجل، وهو معترف بكده.
يعني هو لما يسيب شغله دلوقتي ويجي عشان يوصلني عشان اعمل الفقره، فهو انا اكيد عامله حاجات كتير قوي وضحك عليه كتير قوي عشان يجي يجيب لي الفقره. تمام. بس يعني فعشان كده بقول لك الست اذكى من الراجل. طب هو جاي معاكي الفقره، تفتكري هيجي معاكي البرنامج لما تيجي تقدمي البرنامج بشكل اسبوعي؟ هيجي. ايه ده، ايه الثقه دي؟ اه هيجي. والطاقه الايجابيه غير طبيعيه. هيجي، عارفه اضحك عليه كويس. يعني هو حتى لو لا بس من جوايا اه. بصي اه يعني كفايه ان انا قدام الناس كلها قلت اه، فيعني خلاص بقى، فملتزم ان هو يجي. العلاقه بين الراجل والست علاقه حلوه جدا، بس لو الراجل يستاهل ده. لان في ست يعني ستات كتير قوي عندها طاقه ايجابيه ونفسها تعمل حاجه، لو زوجها مشجعها على ده، خطيبها، اخوها، باباها، فحلو قوي، هتدعم المجتمع. بصي هو انا معترفه ان الست نص المجتمع، اوكي، بس الست تقدر تعمل حاجات كتير حلوه قوي في المجتمع. الراجل بيشتغل وبيعمل كل حاجه حلوه في حياتنا، بس لو عنده مشاكل في بيته مش هيعمل اي حاجه. عشان كده الست هي اللي ماسكه زمام الامور وهي العمود الاساسي. يعني الست اللي لازم يبقى عندها طاقه ايجابيه اكتر مش طبعاً. الراجل لا طبعا الست هي، بصي هو هي معركه وحرب، فهي لو ذكيه هتبقى دايما كسبانه المعركه، دايما هتدي له طاقه ايجابيه يقدر يستثمرها في شغله، فهيبقى مبسوط ان شغله شغال كويس ومبسوط ان حياته حلوه. ما تنشنش قوي على حكايه صحابي، لا تسيبه شويه مش مشكله طالما معاها في حاجات كتير. لكن الراجل طبعا الكلام ده لانواع معينه، مش كل الرجاله، في رجاله لا ضغط على مراتاتها قوي وما بتعملهمش حاجه في حياتهم خالص، في رجاله عندها طبعا علاقات تانية لا في مشاكل. انا بتكلم عن الناس اللي روجيتا اللي لسه مرتبطين هيتجوزوا، لسه مرتبطين هيتجوزوا. اقول لك يا ستي، اعرف منين ان هو ما بيمثلش عليا وعنده طاقه ايجابيه؟ هاخده كام مشوار معايا كده وهعرف لو قدر وصمد للاخر، لا هقول ده خلاص كده. لكن لو بقى يعني لا مش اصل النهارده عندي ميعاد، لا والله انت حلوه قوي بس بصي انا مش هينفع النهارده اكون معاكي، لا خلاص كده تسيبها منه خالص. احنا جايين بس يعني لكل خير. حضرتك شايفه ان الست ممكن بالطاقه الايجابيه اللي عندها وشغلها وانت عارفه الحياه اليوميه والروتين والروتين والحاجات اللي بتعدي في حياتنا كل يوم، انت شايفه ان الست كل الحاجات دي ممكن تاثر على بيتها؟ يعني انا دلوقتي بصور وعندي لسه تصوير وعندي مشاكل وعندي حاجات بحاول ابقى على قد ما اقدر طاقه ايجابيه، ده ما بيأثرش عليا في بيتي؟ ما بيأثرش. بصي هي لو عملت جدول لحياتها، لو نظمت حياتها مش هيأثر. ساعات ممكن الشغل يجي على البيت شويه والبيت يجي على الشغل شويه، بس يبقى في توازن. ازاي يا اميره التوازن ده؟ ان انا ابقى يعني ذكيه قوي، يوم فصلان خالص عن شغلي وعن حياتي، ده لبيتي، لاولادي، لجوزي، كل حاجه بعملها، لكن بقيه الاسبوع اثبت نفسي ودايما حتى لو انا تعبانه شويه في الشغل ممكن دايما اقول لهم انا محتاجاكم تساعدوني، لولادي، لجوزي، انا مش هقدر اكمل من غيركم، مش على فكره انا ورايا شغل فسيبوني ان انا اكمل، لا دايما احس ان انا تعبانه مش هقدر اكمل غير بيكم، فانا كده رميت عليهم المسؤوليه. الانسان مين؟ اللي هو اصلا ما عندوش طاقه ايجابيه من الاول، سهل يبقى عنده طاقه ايجابيه؟ سهل لو هو قال انا عايز يبقى عندي. على فكره اللي احنا بنقول نفسنا، العقل الباطن خلاص بيوصله لنا اشارات للمخ، والمخ بيبتدي يترجم بعد كده. انا نفسي ابقى مبسوطه، طب انا ليه ما بقاش مبسوطه؟ طب ما انزل النهارده اخرج، طب ما اقعد اضحك، طب ما اكلم حد بنبسط معاه، انا هلاقي نفسي بيحصل حاجات كتير. زي بالظبط الانسان اللي انا زعلانه، فلان ضايقني، فلان تعبني، فانا ببقى مكتئب ويومي كله بيبوظ، يوم اليوم كله مقفول خلاص. بالظبط. صح. يعني انا يمكن الحاجات اللي في البرنامج ان انا هتكلم عن الناس بتاعت زمان اللي كانت بتنزل تسمع اذاعه الراديو. احنا شغالين دلوقتي. لا لا قولي لي فكره يعني البرنامج، يعني غير الطاقه الايجابيه وانك هتتكلمي عن السيدات، لكن قولي لي كده الافكار الجديده اللي عايزه تدخليها. انا عايزه اخلي الناس كلها مبسوطه وسعيده ومؤمنه ان السعاده يعني نبقى خلينا في اليوم بتاعنا بس، بكره ده بتاع ربنا، ما فكرش في امبارح، انا النهارده بتاعي، والله بكره يحصل ايه انا ما اعرفش حاجه خالص، اكمل. بصي الناس زمان كانت بتنزل تروح شغلها بتسمع الصبح بدري في الاذاعه في الراديو كده يا حلو صبح، همسه عتاب، كلمتين وبس، حاجات تنزل كده ناس رايقه وفايقه وتكمل بقيه يوم. احنا النهارده بننزل انا عندي شغل، انا زهقانه، انا اديت لنفسي الطاقه السلبيه ونازله مكتئبه، ما عنديش طاقه اصلا انفذ الشغل بتاعي. فانا عايزه اوصل الناس رساله، يا جماعه نشوف القديم بتاعنا ونشوف الناس زمان اللي ما شاء الله صحتها لحد دلوقتي كويسه، والاعمار زمان حتى الناس دلوقتي ما شاء الله مكمله، غير الشباب دلوقتي بقى مكتئب، ليه ما نعيش حياتنا ونعيش سننا؟ يعني انا مثلا امه في البيت، بس بنزل مع ولادي بركب عجل،
بتمرجح معاهم، بعمل كل حاجه ممكن تخليني احس ان انا دايما عندي طاقه ايجابيه. ودايما اي ست تلبس اللبس اللي اصغر من سنها شويه. ليه؟ علشان ما تحسش انها بتكبر لما تيجي تقف قدام المرايه النهارده. لا انا ثاني مثلا مش الأربعين. ممكن يقول لك الست دي لابسه لبس مش مناسب لسنها او لعمرها مثلا. انا مقتنعه ان انا ما باذيش نفسي ولا باذي حد خلاص. الله، ماليش دعوه بحد تاني خالص في حياتي. يعني يعني كتير قوي بنتعرض، يقول لك مثلا في ستة تبقى متجوزه وعندها اولادها تقول ايه على فكره انا يعني بعرف اعزم كمان بيانو، ممكن اكمل. هو انت سايبه بيتك واولادك وجوزك ورايحه تدوري على ايه؟ لا 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 لا، طاقات سلبيه جدا. طب خليني مكتئبه واتخانقت مع بيتي في بيتي وعملت مشاكل مع جوزي مع اولادي، لا طلقني، لا انا زهقت، طب خليني بقى ارجع للحاجات اللي انا بحبها كده. دايما هبقى بضحك وبدي لاولادي طاقه ايجابيه وبدي لجوزي طاقه ايجابيه، هيبقى بيتنا ناجح. عشان كده ما تسمعيش غير نفسك وبس. والطاقه الايجابيه ان انت تحبي نفسك وكل يوم الصبح تصحي تقولي لنفسك على فكره انا حلوه، انا جميله، انا استاهل حاجات حلوه. دايما هبقى مبسوطه، اعتمد على نفسي وطبطب على نفسي. انا بحب كلمه اطبطب على نفسي دي جدا. هو الزمن اللي احنا فيه علشان تبقي صح تطبطبي على نفسك. انت نفسك اللي تدي الاشاره، لا انا بحب نفسي، انت حصل معاكي موقف، لا طب معلش عادي عديه، هتبقي كويسه، هتبقي انت قويه. الست المصريه عندنا من اقوى الستات اللي في العالم، واقوى الستات اللي بتستحمل محن ومشاكل وحاجات كتير قوي وبتكمل عشان عندها قوه. يبقى احنا لازم نبص دايما على حاجه ايجابيه، ما بصش لواحده تعبانه وحزينه، لا انا بصي ازاي، لا انا بصي شوف ما شاء الله دي عملت حاجات كتير، طب ما اعمل زيها. مش غيره ولا حقد، لا بالعكس انا باخدها مثال وقدوه ليا. لازم ابص على الحاجات الحلوه اللي في حياتي وفي حياه غيري، مش للحسد، لا عشان ابقى زيهم. ما بصش لحاجه وحشه عشان افضل دايما احس ان انا قليله، لا ابص للحاجات الاحلى على طول. انتي احلى اصلا حبيبتي، ميرسي والله، انتي اللي احلى يا ريم بجد. اشكرك. تقدري تقولي لي كده يعني اخر نصيحه قلتيها لعيله مثلا او ناس اخذت رايك في موضوع او عندهم مشكله عايزين يحلوها بالطاقه الايجابيه؟ بصي يا ريم، انا كنت عامله مبادره اسمها ليكي الحق. ليكي الحق، دي لكل الستات المصريه، وبرده دايما بحط خط تحت رباط البيوت اللي حاسين ان هم ما لهمش مكان في المجتمع، يعني اللي بتشتغل خلاص عارفه الطريقه. لما واحدة تيجي تقول لي أنا عندي مشاكل وتعبانة، هكلم ماما. حبيبتي لا تكلمي ماما ولا هو يكلم مامته، دوري على حد يقدر يساعدك تكوني واثقة فيه من أصحابك، دوري على حد مشترك ما بينكم عشان ما يبوظ العلاقة، بلاش الناس اللي هي تدمر لكم حياتكم، حلي مشاكلك بنفسك، بلاش حد يعرف أسرارك، اهتمي بنفسك بنفسك. دايما أقول للست خليكي شيك حتى لو أنت قاعدة في البيت. صحيح، خليكي لما تبصي في المرايه ما تبقيش تعبانه. حبي نفسك. لما عيله تقول احنا بقينا بعيد عن بعض ومشاكل، طب ما تقربوا من بعض، طب ما تعملوا يوم في الشهر تقربوا من بعض وتسمعوا بعض. على فكره السوشيال ميديا ممكن اكون بكلم حد بنيه وانا مش شايف اللي قدامي، فممكن ازعل منه، لا انا دايما نتقابل لما نيجي نتكلم في موضوع، خصوصا لما يكون موضوع يعني فيه زعل او حل مشاكل، نتقابل نحله مع بعض. صحيح، العيون بتقول حاجات العيون. كتير جدا. نورتينا وشرفتينا، ميرسي، وان شاء الله نعمل حلقات تاني مع بعض إن شاء قبل الله. ما تعملي برنامجك. لا ان شاء الله طبعا يا حبيبتي. ان شاء الله. انا مبسوطه ان انا كنت معاكي النهارده. اشكرك. اشكرك جدا. ميرسي. وانا كمان بشكركم جدا جدا، واشوفكم ان شاء الله على خير بكره. بس ما تنسوش تجاوبوا الاجابه الصحيحه وتبعتوا اس ام اس على 2204، وكل ما تبعت اكتر فرصتك في الفوز هتزيد.